صباح الخير يا متابعين في التحليل الفني الصباح لشركة وينزل بروكر. اقدمها لكم كريم مجدي اليوم 6 فبراير 2023، وهنتكلم مع بعض في الفيديو بتاعنا عن اليورو مقابل الدولار الامريكي. تداولات سلبية لليورو مقابل الدولار الامريكي، خاصة بعد بيانات التوظيف الامريكية والتي جاءت مفاجئة وبشكل افضل من المتوقع، 3 اضعاف المتوقع عليها بنتيجة 517 ألف. دي طبعا كانت اهم الاخبار اللي اثرت في الاسواق يوم الجمعه الماضيه. اليوم في غياب للبيانات الهامه المؤثره بشكل مباشر، ولكن تصريحات طبعا كريستين لاجارد وجيروم باويل طبعا خلال الفتره القادمه هيكون ليها تاثيرها القوي على سعر الذوج. دي كانت اهم البيانات من الاخبار، وذلك ننتقل مع بعض ونشوف الشارت توقعاتنا ليه على مدار اليوم. زي ما واضح معانا على الشارت، الاداء السلبي على مستوى كل المؤشرات، اداء سلبي على الاي 100، على السار، على الفلات ترند، على الاستوكاستيك، ثبات سعر اسفل المتوسطات السعريه، تقاطع المتوسطات السعريه الاسفل، وثبات السعر اسفل النقطة المحوريه عند 820، ولكن مازال مدعم اعلى 760. في حاله كسرها هيكون المجال مفتوح لل 715 وراها 660، مره تانية كسر ال 760 وراها 715 وراها 660، السيناريو الاخر معاك استحق بكسر 865 وراها 925، واخر نقطه عند 985. وبكده اعزائي المتابعين نكون وصلنا لنهايه الفيديو، واتمنى لكم اكيد يوم تداول امن، وبشكركم على حسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.